منتصف النهار في القاهرة، 10 صباحا بتوقيت غرينتش، نشرة إخبارية شاملة على شاشة النيل. أهلا بكم مشاهدينا، ونتواصل ولكن بعد. نستهل أخبارنا من مصر، ففي كلمة وجهها إلى الأمة بمناسبة الذكرى الرابعة لثورة 25 من يناير، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الثورة تمثل شعلة جديدة للأمل والتقدم، وتدفعنا للتحرك بقوة من أجل التغيير. الذكرى الرابعة تمثل لنا جميعا شعلة جديدة للأمل وللتقدم وللتحرك. ثورة 25 يناير كانت ثورة للتغيير تحرك بها المصريين وأرادوا التغيير ونجحوا في ثورتهم، وعندما أرادوا مرة أخرى في 30 يونيو التغيير أو تصويب التغيير نجحوا مرة أخرى في التغيير. والحقيقة الشعب المصري دايما لما بيكون عايز حاجة إن شاء الله ربنا بيوفقه وبيحققها. فكان لابد إن احنا نهنئ الشعب المصري ونهنئ أنفسنا بذكرى ثورة 25 يناير. هذا وقد واصلت قوات الجيش صباح اليوم إغلاق ميدان التحرير لليوم الثاني على التوالي أمام حركة مرور المارة والسيارات. كما قامت قوات الجيش بنشر نحو 22 آلية عسكرية على جميع المداخل المؤدية إلى الميدان، بالإضافة إلى نصب حواجز الأسلاك الشائكة خلف تلك الآليات. وأقام رجال المرور بعمل التحويلات المرورية اللازمة لانسياب حركة المرور في محيط الميدان. في الوقت نفسه كثفت قوات الأمن من تواجدها بميداني طلعت حرب والنهضة، وكذلك تيسير دوريات أمنية مسلحة بشوارع وسط القاهرة وأعلى الطريق الدائري في إطار خطة التأمين. أكد مصدر أمني بوزارة الداخلية أن انفجار عبوة محلية استهدفت تمركزا لقوات الأمن المركزي بميدان الألف مسكن تم اليوم بالقاهرة. وأوضح مصدر أمني أن الانفجار وقع أمام البوابة رقم 3 لنادي الشمس الرياضي، وأسفر عن إصابة ضابطين من قوات الأمن المركزي، مشيرا إلى أنه تم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم. وأضاف أن خبراء المفرقعات يقومون حاليا بتمشيط محيط الانفجار للتأكد من عدم وجود أي عبوات متفجرة أخرى. للمزيد من المتابعة حول أحوال الشوارع المصرية تنضم إلينا من ميدان التحرير مراسلة النيل بسمة الشاعر. بسمة، انقلي لنا الصورة من الميدان الآن. أهلا بك، نحن الآن في ميدان التحرير حيث وقف شباب مصر لمحاربة الفساد والظلم، ومن هنا قامت ثورة 25 من يناير التي أبهرت العالم كله وأصبح ميدان التحرير من أحد أشهر ميادين العالم. الأمن الآن مستتب وقوات الأمن تنتشر في كل مكان، وجميع الشوارع المؤدية إلى الميدان مغلقة. ومنذ ساعات كان هناك أربع أشخاص يحاولون أن يرفعوا علامات رابعة وصور لمرسي، ولكن تم التعامل معهم بشكل مسالم جدا، وقامت قوات الشرطة بالتحفظ عليهم وقامت بتحرير المحاضر لهم بدون عنف. أيضا منذ بضع دقائق كان هناك شخص آخر يرفع علامة رابعة، وقامت الشرطة أيضا بالتصدي له ولكن بطريقة سلمية، أيضا فقط التحفظ عليه ووضعه في عربات الشرطة حتى تأتي المباحث وتتعامل معه.
الأوضاع هنا مستتبة، لا يوجد أي داعي للقلق. قامت أفراد الشرطة ببث رسائل الأمن والطمأنينة للمواطنين. أيضا هناك حراسة خاصة على المتحف المصري، وأيضا هناك حالة طارئة تقوم بها الشرطة حتى تستطيع التصدي لأي عناصر إرهابية تحاول أن تفسد فرحة المصريين بذكرى 25 من يناير. وأيضا كان من المفترض أن تكون هناك احتفالات، ولكن حزنا من الشعب على وفاة الملك عبدالله ملك السعودية وخادم الحرمين الشريفين تم إلغاء هذه الاحتفالات. نعم بسمة، أرجوك أن تبقي معنا، فاصل قصير ونعود إليك مرة أخرى. ما زلنا معكم في هذه المتابعة وهذه النشرة الإخبارية على شاشة النيل للأخبار لأحوال الشارع المصري. ينضم إلينا الآن من المهندسين نشوى صالح مراسلة النيل، وأيضا منذر أبو دوح من الاتحادية مراسل النيل. نشوى، ضعيني في الصورة التي لديك الآن من منطقة المهندسين. تحياتي الزميلة هبة ومشاهدي النيل في كل مكان، وتحية لجميع المصريين بالذكرى الرابعة لثورة 25 من يناير. هذه الثورة التي أبهرت العالم وجعلته يقف مدهوشا أمام قدرة المصريين على أن يعلوا صوتهم ويصلون صوتهم إلى العالم ويطمحون في ديمقراطية ينعمون بها. هذه الثورة التي لا تقل أهمية واستثنائية عن بقية ثورات العالم التاريخية، فهي لا تقل أهمية عن ثورة الألمان وتحطيم سور برلين، ولا تقل أهمية عن ثورة غاندي التي طالب فيها بالعدالة وبالعدالة الاجتماعية لشعبهم. كان من المفترض أن تمتلئ ميادين مصر هذا اليوم بالاحتفالات لهذه الثورة، ولكن إيمانا منا وحزنا على المغفور له بإذن الله الملك عبد الله بن عبد العزيز، فأعلنت البلاد حالة الحداد الرسمي لمدة 7 أيام. بوجه عام المشهد لم يتغير، فنحن هنا منذ الساعات الأولى لهذا اليوم، حالة الأجواء تتسم بالهدوء التام، وأما الحالة المرورية هي أيضا تتسم بالسيولة على كافة الجوانب في حي المهندسين وعلى وجه التحديد بميدان مصطفى محمود. الحالة الأمنية مشددة للغاية، إلا أنها لا تعيق على الإطلاق حالة السير الطبيعية في الميدان. تواجد بعض الكمائن الثابتة على مداخل ومخارج بعض الشوارع الجانبية، كذلك بعض السيارات الشرطية المتحركة التي تجوب الميدان ذهابا وإيابا، وربما حركة الاستمرار الدائم لحركة السيارات الشرطية ربما أنهم بذلك يبعثون برسالة طمأنة للمصريين والمواطنين. أيضا هناك بعض سيارات الإسعاف التي تتواجد على جانبي الطريق تحسبا لحدوث أي حالة طارئة. وكما تعلمون واختصنا به مصدر مسؤول، فإن محافظة الجيزة قد قامت بإنشاء غرفة عمليات مركزية تقوم على مدار 24 ساعة طوال هذا اليوم تحسبا لحدوث أي حالة طوارئ، وأيضا لمتابعة الأحوال خلال اليوم على مدار اليوم. نتمنى من الله أن تسود حالة الهدوء هذه جميع أجواء مصر الغالية، وينعم هذا الوطن بالاستقرار والأمن هو وشعبه الذي يقف دائما على عتبات الأمن لغد مشرق. نعم إليك. أشكرك نشوى، وبالطبع سنولي الاتصال بك للمزيد من المتابعات الأخرى، لكن أنتقل إلى منذر أبو دوح من محيط قصر الاتحادية. منذر، ما هي الأجواء لديك في هذه المنطقة تحديدا؟ بالفعل كما تابعنا في رسائلنا الماضية، الهدوء هو سيد الموقف في منطقة المحيطة بقصر الاتحادية وكذلك منطقة مصر الجديدة ومدينة نصر. كما تابعنا تواجد مكثف من قبل رجال المرور لتسيير أو تسهيل عملية حركة المواطنين سواء من خلال السيارات أو المشاة، وكذلك تواجد مكثف من قبل رجال البحث أو رجال المباحث في هذه المناطق، وذلك لتأمينها ضد أي عملية تخريبية أو عملية إرهابية. كذلك التواجد من قبل قوات الأمن المركزي في عدد من المناطق
المحيطة بقصر الاتحادية، ولكن بعيدا عن حركة المارة حتى لا يكون لهم تأثير على حركة المرور. قامت قوات الأمن بإغلاق شارع المرغاني أمام حركة السير المتجه إلى ميدان روكسي، وذلك لتأمين القصر، وذلك يأتي في إطار خطة وزارة الداخلية تأمين المنطقة. لكن القادم من منطقة ميدان روكسي يشهد طريق مفتوح أمام حركة المرور، حركة المشاة. غالبية مناطق مصر الجديدة المناطق مفتوحة أمام حركة المرور. وكما رجعنا إلى كلمتنا الأولية في بداية الرسالة، الهدوء هو سيد الموقف إلى الآن في منطقة محيط قصر الاتحادية ومنطقة مصر الجديدة ومدينة نصر. نعم، لكن منذ رحلك أن تطالعنا، ربما لديك علم بما وقع في الصباح بميدان الألف مسكن بالقاهرة. هل هذه المنطقة ما زال فيها عمليات تمشيط مما حدث في الصباح من انفجار عبوة بدائية الصنع هناك؟ وفقا للمعلومات التي وردت إلينا، كان هناك تواجد من قبل قوات الأمن في هذه المنطقة، لكن عبوة بداية الصنع وفقا لما وصل إلينا من معلومات، هذه العبوة تم انفجرت أو أحدثت إصابة محددة في أحد أفراد قوات الأمن التي تقوم بتأمين المنطقة، ورجال البحث الجنائي هناك متواجدين لرفع أثار الحادث والتوصل لمن قام بهذه العملية. وسنتواصل في الرسائل القادمة لباقي المعلومات الخاصة بهذا الحدث بعد التواصل مع رجال الأمن لمعرفة أسباب وقوع الحادث ومن هم خلف هذا الحادث. أشكرك منذر أبو دو، مراسل النيل من منطقة قصر الاتحادية ومصر الجديدة بشكل عام. أكد مصدر أمني رفيع المستوى بوزارة الداخلية مصرع اثنين من العناصر الإرهابية أثناء قيامهما بزرع عبوة متفجرة أسفل أحد أبراج الكهرباء بمركز أبو المطامير بالبحيرة. وأوضح المصدر أن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة كانت قد تلقت بلاغا يفيد بانفجار عبوة محلية الصنع أسفل أحد أبراج الكهرباء بقرية العناني التابعة لمركز أبو المطامير، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية واختار النيابة العامة لمباشرة وتحديد هوية المتهمين. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف من البحيرة مراسل النيل الزميل علاء شرف. علاء، ما لديك من تفاصيل حول هذا الحادث الإرهابي؟ بالفعل كان في حوالي الساعة من صباح اليوم كان هناك شخصان يخوم بزرع عبوة نسفة تحت أبراج الكهرباء بقرية العناني التابعة لمركز أبو المطمئن. فانفجرت العبوة على الفور ولقوا مصرعهم. كما تم أيضا قامت قوات الأمن باكتشاف عبوة أخرى لم تنفجر، ويقوم خبراء المتوقعات بالتعامل معها الآن. ولكن أبراج الكهرباء بحالة جيدة؟ هي انفجرت العبوه، انفجرت في الشخصان قبل ان يقوم بزرعها، والعبوه التي تم زرعها لم تنفجر. علاء، بشكل عام ماذا عن الاجواء في محافظه البحيره؟ ويعني ذكرى ثوره 25 من يناير، كيف ترصدها انت من خلال كافه القرى والميادين في البحيره بشكل عام؟ الأجواء هنا في محافظة البحيرة كانت تكون الشوارع الرئيسية أو الميادين الرئيسية وخاصة ميدان الشعب مدينة دمنهور قد تكون خالية من المواطنين تماما، حيث اليوم هو عفلة رسمية، وحتى الآن الأجواء هادئة. حتى مداخل القرى والمدن المتواجدة على الطريق مصر الإسكندرية الزراعي تسير عملية المرور بسهولة ويسر، ولم تحدث اي شيء اخر سوى العمليه التي قام بها هؤلاء الشخصان بمركز ابو المطمئن. والجو هادئ تماما بالنسبه لمحافظه البحيره حتى الان. علاء، انت تعلم ان هناك خطه امنيه موضوعه من قبل وزاره الداخليه بتعاون مع القوات المسلحه لتامين كل المنشات الحيويه في كل ارجاء الجمهوريه في محافظه البحيره، كيف ترصد انت الاستعدادات الامنيه فيما يتعلق بالمرافق الحيويه، محطات الكهرباء، الشوارع الرئيسه وما الى ذلك؟ منذ الصباح وتسير الاقوال الامنيه في جميع شوارع العاصمه دمنهور، كما تم امام المؤسسات وخاصه شركات الكهرباء
والمؤسسة الرئيسية بمدينة دمهور، يتواجد أمن مكثف سواء من رجال الشرطة أو الجيش بصورة مكثفة جدا. ولم بالإضافة إلى كما قلت لك إن الشوارع في دمهور تكاد تكون خالية تماما من المرة، حيث إن اليوم عطلة رسمية، وكما أيضا وفاة الملك عبد الله عاهل المملكة العربية السعودية له تأثير كبير، حيث الحزن يخيم على مواطني محافظة البحيرة. أشكرك من البحيرة مراسل النيل الزميل على الشرف، شكرا جزيلا. أعلن اللواء أمين عز الدين مدير أمن الأسكندرية مصر أحد عناصر تنظيم الإخوان الإرهابي وإصابة آخر بعد قيامهما بإطلاق الأعيرة النارية بصورة عشوائية بمنطقة المنتزه بالأسكندرية. المزيد من المتابعة حول أحوال محافظة الأسكندرية ينضم إلينا عبر الهاتف سيادة اللواء أمين عز الدين مدير أمن الأسكندرية. سيادة اللواء، بعد التحية، تفاصيل ما وقع في الصباح في منطقة المنتزه تحديدا. صباح الخير يا فندم، وانا بطمن برضه حضرتك والساده المشاهدين بهدوء الحاله على مستوى الاسكندريه، ان هو كان في من فتره ساعه كده تقريبا مجموعه من عناصر الاخوان الارهابيه في منطقه عزبة محسن في دايره المنتزه اول خرجت للطريق وحاولت تعدي على المواطنين، وكان فيهم اثنين بيحملوا من عناصر الاخوان في بيحملوا اسلحه الناريه وبيطلقوا النار بطريقه عشوائيه، وادت الى اصابه احد المواطنين وتم نقله المستشفى. تدخلت قوات الامن على الفور وبادرتهم اطلاق الاعيره الناريه وتمكنت من ضبط احدهم معاه سلاح ناري ومصرع الاخر وكان بحراسه سلاح ناري وكميه من الطلقات وقنبله محليه الصنع ومجموعه من زجاجات الميليتوف، وضبط ثمانيه اخرين من المشاركين في المسيره، وحاليا بيتم اتخاذ الاجراءات القانونيه حيالهم. وعاد هذا الحمد لله هدوء الحاله على مستوى المدينه، وقوات الامن والقوات المسلحه والامن المركزي كله في حاله حروب واستقطار وتامين لكافه المنشات الهامه، وفي توجيه لاي خروج على القانون يتعامل معها بكل حزم واستقطار. نعم، سياده اللواء، عمليات التامين بشكل عام كيف تسير اليوم مع القوات المسلحه المصريه؟ الحمد لله في خطه امنيه محكمه موضوعه في مديريه امن اسكندريه بالتنسيق مع المنطقه الشماليه العسكريه والقوات البحريه في اسكندريه، وقوم بتامين كافه المنشات الهامه والحيويه والمنشات الشرطيه والميادين والشوارع بتنبيه تام لاي محاوله للتعدي على اي منشاه عامه او هامه او منشاه شرطيه او منشاه تجاريه يتم التعامل معها بكل حزم وصرامه. في قوات موجوده على كافه الطرق الصحراويه والساحليه والدوليه والاكمنه الحدوديه، في كاميرات مراقبة على كافة أنحاء المدينة لمتابعة أي خروج على القانون والتعامل معاه، في مرورات مستديمة بدورات الانتشار والتدخل السريع بالاشتراك مع القوات المسلحة، وحتى الآن الحمد لله هدوء الحالة على المستوى العالمي. نعم، أخيرا سيادة اللواء، هل من تعليمات خاصة يجب أن توجه للمواطن السكندري في هذا اليوم تحديدا؟ هو الحقيقة المواطن السكندري في تعاون دام مع الشرطة دي كافة الامور، احنا بنقول له والله بس في اي خروج او اي ملاحظه قصدي على اجسام غريبه بيتم الابلاغ واحنا بنتم التعامل معاها فورا. على هذا الحياه بتمر بصفه طبيعيه تماما، في تعاون تام بين الشرطه وبين الشعب في مدينه الاسكندريه، والحمد لله بنطمن المواطنين كلها ان الامور على ما يرام. لا تحذيرات او لا مشكلات في ممارسه الحياه بشكل طبيعي او النزول الى الشارع؟ حضرتك عارفه ان الشعب المصري وخاصه الشعب السكندري ما بيخافش ما بيترهبش ما بتزعش، الناس بتمر بحياتها الطبيعيه، الامور كلها بتمر بصفه طبيعيه سواء في المواصلات او في المراكز التجاريه او في الشوارع، واحنا الشعب المصري برضه هو بيحقق اراده نفسه ما بيخافش من اي حاجه. هذه الفترة تحديدا سيادة اللواء بها إجازة نصف العام، ربما الأسكندرية بتكون من أكثر المحافظات المستضيفة للمحافظات الأخرى في مثل هذه المواسم الخاصة، هل بتسير الأمور بشكل طبيعي بالنسبة للوافدين إلى المحافظة أم هناك نوع من التحفظ بداخلها لتحركاتهم؟ لا بالضبط كده زي ما حضرتك بتقولي، في كمية من المترددين طبعا مع بداية إجازة نصف العام من المحافظات الاخرى لقضاء الاجازه نص السنه في اسكندريه، في كثافات مروريه نتيجه التواجد المكثف للمترددين،
وبالتالي في حملات مروريه بتتعمل، في تنظيم لتواجد رجال المرور في الشوارع، في تواجد في المتنزهات، في تواجد على الكافيهات، نعم، في تردد على المراكز التجاريه، والحماس الحياه بتمر بصفه طبيعيه. ولا تحويلات مروريه ولا غلق لميادين؟ لا لا، الحمد لله الحمد لله، نعم، الامور بخير وان شاء الله هتمر بصفه طبيعيه باذن الله. اشكرك جزيل الشكر سياده اللواء امين عز الدين مدير امن الاسكندريه. من جانبها أعلنت وزارة الصحة حالة التأهب القصوى بكافة محافظات الجمهورية تحسبا لوقوع أعمال عنف خلال الذكرى الرابعة لثورة 25 من يناير. كما تم رفع درجة الطوارئ القصوى بجميع المرافق الصحية وجميع المستشفيات بالجمهورية، وتم إنشاء غرفة عمليات لتلقي أي بلاغات بشأن وقوع أي حوادث أو مصابين، بالإضافة إلى تشكيل فرق انتشار سريع تابعة لمديرية الصحة من خلال سيارات إسعاف طوارئ مجهزة وأخرى ثابتة. أكد رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب ثقته الكاملة في أن التحقيقات التي أمر بها النائب العام في حادث مقتل عضوة حزب التحالف الشعبي شيماء الصباغ الذي وقع أمس خلال تظاهرة ميدان طلعت حرب بوسط القاهرة ستتوصل إلى الجناة الحقيقيين. وقال رئيس الوزراء في بيان صادر عن مجلس الوزراء أن كل من له حق سيحصل عليه، ومن أخطأ وأدين سينال عقابه أيا من كان وفق تحقيقات نزيهة وقضاء عادل، مؤكدا أن دولة ما بعد 25 من يناير تحترم القانون وتطبقه على الجميع. كان النائب العام المستشار هشام بركات قد أمر بفتح تحقيق في أحداث وفاة المواطنة شيماء الصباغ عضو التحالف الشعبي الاشتراكي في أحداث طلعت حرب. وأمرت النيابة العامة باستدعاء أفراد الشرطة المشاركين في فض تظاهرة التحالف الشعبي والتحفظ على دفاتر الأحوال الخاصة بقيام القوات للمأمورية ودفتر التسليح وصولا لأشخاص القوة وعددها ونوع الأسلحة التي استخدموها لفض المظاهرة. ثورة شعبية عارمة خرجت فيها جموع الشعب المصري عن بكرة أبيها في 25 من يناير من عام 2011 تطالب بإسقاط النظام الذي جثم على صدور المصريين 30 عاما دون تحقيق مطالبهم المشروعة في حياة كريمة. واستكمل المسار أو استكمل في 30 يونيو حين بهر المصريون العالم بخروج كثيف لإسقاط نظام آخر لم يسع إلا لتمكين أعضائه وتحقيق مصالح مؤيديه على حساب جموع الشعب المصري. 4 أعوام هي عمر ثورة 25 من يناير، تلك الثورة التي سطرت تاريخا جديدا ليس في مصر فحسب وإنما في المنطقة بل وفي العالم بأسره، فهي من أسقطت نظاما قال عنه خبراء في الغرب إنه ضد البراكين والزلازل. اندلعت شرارة ثورة 25 من يناير بدعوة بسيطة على مواقع التواصل الاجتماعي للتظاهر ضد ممارسات الشرطة بحق المواطنين، وسرعان ما ارتفع سقف المطالب بحلول ما سمي بجمعة الغضب في 28 من يناير لعام 2011 لتصل إلى حد المطالبة ليس فقط برحيل حكومة أحمد نظيف وإنما برحيل رأس النظام نفسه الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك. ثوار يناير اعتبروا أن مصر في السنوات الأخيرة من حكم مبارك عانت من حكم الفرد المستبد، مرورا بأقاويل ومؤشرات قوية على سعيه لتوريث الحكم لنجله جمال. التظاهرات استمرت طيلة 18 يوما في ميادين مصر الرئيسية خصوصا ميدان التحرير في قلب العاصمة، إلى أن تحقق ما سعى إليه الثوار خصوصا بعد أن دخلت القوات المسلحة على خط الأزمة لمساندة مطالب المتظاهرين. قرر الرئيس محمد حسني مبارك تخليه عن منصب رئيس الجمهورية وكلف المجلس الأعلى للقوات المسلحة لإدارة شؤون البلاد. فإن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يتوجه عزاز لأرواح الشهداء. كان أولى ثمار ثورة يناير أنها فتحت ملفات الفساد السائدة في نظام حكم مبارك
لتصل إلى تحقيق سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ المنطقة، وهي إيداع رئيس ورموز نظامه في قفص الاتهام ليواجه قضايا قتل الثوار والفساد المالي. عقب الثورة عاشت مصر فترة انتقالية مدتها أكثر من عام، شهدت خلالها انتخابات برلمانية ورئاسية، وسرعان ما أبطل القضاء الانتخابات التشريعية، وأيضا سرعان ما أسقط الشعب شرعية نظام حكم جماعة الإخوان، فقد أبى المصريون أن يستمروا تحت حكم الفرد المستبد، فما بالهم وقد وقعوا تحت نير حكم جماعة سعت لتغيير الهوية والاستئثار بالسلطة. فجاءت ثورة 30 يونيو للحفاظ على مبادئ ثورة يناير، وكعادة القوات المسلحة وقفت بجوار ثوار يونيو كما ساندت ثوار يناير. من جديد عاشت مصر فترة انتقالية مدتها نحو عام، عرفت خلالها نظام حكم سعى جاهدا للملمة جروح المصريين من نظام حكم الإخوان، فجاء الاستفتاء على الدستور مرورا بانتخاب رئيس للجمهورية، فضلا عن تحديد موعد لإجراء الانتخابات البرلمانية لتحيا مصر آمنة مستقرة. ودائما بنقول في الآخر بانوراما النيل تتواصل مع حضراتكم مشاهدينا، وفيها ولكن بعد قليل، البرلمان اليمني يرجى جلسته الطارئة، ومسلحون حوثيون يطلقون النار لتفريق مظاهرات مناهضة لهم في العاصمة صنعاء. الرئيس السيسي يؤكد أن ذكرى ثورة 25 يناير تمثل شعلة جديدة للأمل والتحرك بقوة من أجل التغيير. استنفار أمني بالميادين الرئيسة تحسبا لوقوع أعمال عنف، واستمرار إغلاق ميدان التحرير لليوم الثاني على التوالي. محلب يؤكد ثقته في تحقيقات مقتل شيماء الصباغ، ويشدد على أن الجناة سينالون عقابهم. بانوراما النيل تتواصل مع حضراتكم مشاهدينا، ولكن في مجموعة من الأنباء الاقتصادية. محمد شعبان وأخبار الاقتصاد. شكرا هبة وفوزي. مشاهدينا الكرام، هذه وقفتنا الاقتصادية، وفيها بعد الفاصل، وزارة البترول ترسي مناقصة لاستيراد الغاز المسال على 4 شركات عالمية لتوريد 75 شحنة غاز مسال بقيمة 2,200,000,000 دولار. أهلا بكم مجددا. قال رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية إيجاس خالد عبد البديع إنه تمت ترسية مناقصة عالمية بقيمة 2,200,000,000 دولار لاستيراد الغاز المسال على 4 شركات عالمية. وقال عبد البديع إن الشركات ستتولى توريد 75 شحنة غاز مسال لمصر اعتبارا من مارس المقبل ولمدة 2 بواقع 4 شحنات شهريا. وأضاف عبد البديع أن المناقصة تتضمن أيضا 6 شحنات تعقدت مصر عليها مع سوناتراك الجزائرية، وستصل بين إبريل وسبتمبر، فضلا عن شحنات غاز من غاز بروم روسية تصل إلى 35 شحنة حتى عام 2020. وسيتم في مارس تدشين مشروع مع شركة هوج النرويجية لإمداد مصر بوحدة عائمة للتخزين تسمح بالبدء في استيراد الغاز المسال. أكد صندوق النقد الدولي أن انخفاض أسعار النفط أدى إلى تهيئة الأوضاع لمواصلة إصلاحات الدعم تصاحبها شبكات أمان اجتماعي موجهة بشكل أفضل للمستحقين، لا سيما البلدان التي لا يزال الدعم فيها مرتفعا مثل مصر وتونس. وكان صندوق قد شدد في تقرير يحمل عنوان مستجدات أفاق النمو الإقليمية على ضرورة أن تقوم البلدان التي تشكل الأوضاع المالية العامة فيها مصدر قلق بادخار المكاسب الاستثنائية
الجزائية على مستوى المالية العامة من جراء هبوط أسعار النفط العالمية. صرح سفير مصر لدى روما السفير عمرو حلمي أن بعثة اقتصادية إيطالية رفيعة المستوى تزور مصر خلال الفترة من 22 إلى 24 من فبراير المقبل، وتضم البعثة ممثلين عن 80 شركة إيطالية متخصصة في مجموعة من المجالات الحيوية مثل الطاقة النظيفة والمتجددة والبترول والغاز والصناعات التحويلية والبتروكيماويات والإلكترونيات والصناعات الغذائية والتشييد والبناء. وتعد إيطاليا الشريك التجاري الأول لمصر على مستوى الاتحاد الأوروبي والثالث على مستوى العالم، إذ تقدر الاستثمارات الإيطالية في مصر بنحو 6 مليارات دولار. أكد وزير الاستثمار أشرف سلمان تحسن مؤشرات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، والتي بلغت 1,800,000,000 دولار في الربع الأول من العام المالي الحالي. جاء ذلك خلال لقاء وزير الاستثمار مع ممثلي بنوك استثمارية في مدينة نيويورك في ختام جولته الترويجية الخارجية، مشيرا إلى أن معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي بلغ 6.8% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وأكد سلمان أن مصر لديها فرص كبيرة للنمو في حين يتباطأ الاقتصاد على مستوى العالم، موجها الدعوة إلى رؤساء الشركات لحضور مؤتمر التنمية الاقتصادية في شرم الشيخ في مارس المقبل. أكد الدكتور سلطان أحمد الجابر وزير الدولة رئيس المكتب التنسيقي للمشاريع التنموية الإماراتية في مصر أن مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري المقرر عقده بشرم الشيخ في مارس المقبل سيكون فرصة فريدة للمستثمرين من شتى دول العالم. وشدد الجابر على أهمية أن تكون مشاركة الإمارات مميزة في المؤتمر، مشيرا إلى فرص النمو الكبيرة التي تزخر بها السوق المصرية، خاصة في ظل قيام القاهرة بتعديل الأطر التنظيمية والمؤسسية وتسوية النزاعات وإعداد مشاريع وفرص استثمارية لعرضها في المؤتمر. إلى هنا تنتهي هذه الوقفة الاقتصادية، وعودة إلى هبة وفوزي لاستكمال بانوراما النيل. شكرا لك محمد. إلى اليمن، حيث ذكر شهود عيان بأن مسلحين من الحوثيين أطلقوا النار في الهواء اليوم لتفريق بداية تظاهرة مناهضة أمام جامعة صنعاء بدأت مسيرة احتجاجية كبيرة ضد وجودهم في العاصمة. يأتي ذلك فيما أرجأ مجلس النواب اليمني عقد جلسة طارئة كانت مقررة اليوم لبحث استقالة الرئيس عبد ربه منصور هادي وسط تصاعد حدة الأزمة السياسية والأمنية في البلاد. تعيش اليمن هذه الأيام على وقع فراغ في السلطة بعد استقالة الرئيس عبد ربه منصور هادي ورئيس الحكومة المهندس خالد بحاح. وقد جاءت استقالة الرئيس هادي الذي أكد أن اليمن وصل إلى طريق مسدود غداة سيطرة الحوثيين على القصر الرئاسي ومحاصرتهم لمنزله بصنعاء، الأمر الذي زاد من تعقيدات المشهد اليمني. استقالة الرئيس هادي تمثل ضررا كبيرا وأثرا كبيرا، وكنت لا أتمنى، لأنه أولا هو الشرعية الوحيدة باعتبار أنه منتخب من الشعب، وأعتقد في هذه المرحلة يعني كان المفروض يصارح الشعب بما تم. استقالة الرئيس هادي أثارت العديد من التساؤلات لدى اليمنيين حول الخطوات القادمة، وجعلت الشارع اليمني يعيش حالة ترقب للجلسة الاستثنائية التي سيعقدها البرلمان والتي ربما تحدد مصير اليمن. ففي حالة الموافقة على الاستقالة فبحسب الدستور يتولى رئيس البرلمان إدارة البلاد، أما في حال رفض الاستقالة فسيكون الباب مفتوحا أمام دخول اليمن في فراغ دستوري، لا سيما إذا ما أصر الرئيس هادي على الاستقالة. أعتقد أنه لا خيار أمام النواب إلا رفض الاستقالة وتوفير البيئة الملائمة للرئاسة وللمؤسسات الدستورية لتنفذ أو لتقود المرحلة بشكل سليم وتنجز استحقاقات المرحلة وتنفذ اتفاق السلم والشراكة. وتوازيا مع ذلك شهدت العاصمة صنعاء ومحافظات أخرى مسيرات حاشدة ندد المتظاهرون من خلالها بسيطرة أنصار الله الحوثيين على القصر الرئاسي ومحاصرتهم لمنزل الرئيس هادي، وطالبوا بإخراج المسلحين من المدن وعودة الدولة لممارسة مهامها.
خروجنا اليوم هو المطالبة بخروج الميليشيات وتتويجا للفعاليات السابقة التي خرجنا بها منذ دخول الميليشيات إلى العاصمة وبعض المحافظات. انتفاضة شعبية عارمة لاستعادة هيبة الدولة وبسط نفوذ الدولة وطرد الميليشيات التي اجتاحت كل المحافظات والتي أصبحت تملك من العتاد العسكري أكثر من 80% ما تتركه الدولة. يشار إلى أن جماعة أنصار الله الحوثي كانت قد لوحت بتشكيل مجلس رئاسي لإدارة البلاد قبل أن تتراجع وتنفي أن تكون قد حسمت أمرها بشأن خطواتها القادمة. وفي غمرة تلك التطورات قررت 5 محافظات في جنوب اليمن رفض تلقي أي أوامر من العاصمة صنعاء. وفي محافظة البيضاء وسط اليمن قتل وجرح عدد من مسلحي جماعة الحوثي في تفجير سيارتين تابعتين للحوثيين بمنطقة ردع. يتابع الشارع اليمني بقلق كبير التطورات المتسارعة في بلادهم ويضعون أيديهم على قلوبهم بانتظار الجلسة القادمة للبرلمان والتي ستحسم أمر استقالة الرئيس وعلى ضوئها ستتحدد ملامح المرحلة القادمة. جمال الأشول، النيل، صنعاء. أدانت وزارة الخارجية المصرية جريمة القتل الوحشية لأحد الرهينتين اليابانيتين المحتجزتين لدى تنظيم داعش الإرهابي وصفة إياها بأنها حادثة بربرية تتنافى مع تعليم الدين الإسلامي وأبسط القواعد الإنسانية والأخلاقية. كما ندد البيت الأبيض بما وصفه بالقتل الوحشي للمواطن الياباني يوكادو. وأكد الرئيس باراك أوباما خلال اتصال هاتفي برئيس الوزراء الياباني شينزو أبي أكد على تضامن بلاده مع اليابان. إدانة دولية واسعة لإعدام الرهين الياباني هارونا يوكاوا على يد تنظيم داعش الإرهابي، وذلك بعدما رجح رئيس الوزراء الياباني شينزو أبي صحة المشاهد التي تم بثها على الإنترنت لقتل يوكاوا. هذا التصرف الإرهابي شائن وغير مقبول ولن يزيدني إلا غضبا كبيرا. مرة أخرى أطالب بشدة بعدم إلحاق الأذى بالسيد كينج جوتو وإطلاق سراحه على الفور. حكومة اليابان من جانبها ستبذل قصارى جهدها من أجل تحريره. الرئيس الأمريكي باراك أوباما خلال اتصال هاتفي بشينزو أبي من نيودلهي أكد تضامن بلاده مع طوكيو في مواجهة الإرهاب. الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند ورئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون نددا بدورهما بالحادث وأكد دعمهما للموقف الحازم لحكومة طوكيو. أما ذوو الرهينتين فما زال الأمل يحدوهم في عدم صحة الخبر الصادم. لا أستطيع التفكير في أي شيء، الحزن يلفني، الكلمات لا تسعفني للتعبير عنه. ما زال لدي أمل أن هذه الأخبار ليست صحيحة، أود أن أحتضن ولدي بقوة. وفي تسجيل صوتي قال الأسير الياباني الثاني الصحفي كينجي جوتو إنه يمكن إنقاذ حياته بالإفراج عن سجد الريشاوي وهي انتحارية عراقية على صلة بالقاعدة ومحتجزة في الأردن. أؤكد أن إنقاذ حياتي سهل، أعطوهم أختهم التي احتجزها النظام الأردني وأنا سأطلق سراحي على الفور، أنا مقابلها. التصعيد المفاجئ لأزمة الرهينتين اليابانيين شكل اختبارا جديدا لرئيس الوزراء اليابانية، علاوة على طغيان أخبار الأزمة على أجهزة الإعلام اليابانية، وذلك منذ بث داعش لفيديو يظهر الرهينتين ويطالب من خلاله التنظيم بفدية قدرها 200 مليون دولار لإطلاق سراحهما مانحا مهلة 72 ساعة انتهت أمس الأول. كل ذلك رجح مقتل الرهينة يوكاوا. وبالرغم من ترجيح الحكومة اليابانية لصحة الصور التي تم بثها لقتل الرهينة يوكاوا إلا أن اليابانيين غير مقتنعين حتى الآن بذلك. باقون مع حضرتكم مشاهدين في بانوراما النيل وفيها ولكن بعد قليل. وزير الآثار يؤكد أن قناع توت عنخ آمون آمن رغم الخطأ في ترميمه.